مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون العربية. شرح اليوم هو عن هذه المشكلة اللي جت لإحدى المتابعات عزيزنا العميل. نود إبلاغك بأنه قد تم تحصيل رسوم الاشتراكات مشتريات الأونلاين على رقمك. قبل ما أبدأ أشرح لكم المشكلة والحل، طلب أنه تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك للفيديو. في البداية المتابعة اجتها هذه المشكلة. عزيزنا العميل، نود إبلاغك بأنه قد تم تحصيل رسوم اشتراكات مشتريات الأونلاين على رقمك الشهر الماضي. خدمة جوجل بلاي بمجموع 1477 ريال، تم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند شحن رصيد الخط. طبعا أول من أنت تشحن الرصيد راح يأخذون من عندك. يمكنك إدارة اشتراكات المشتريات الأونلاين من خلال مقدم خدمة جوجل بلاي وأبل ستور وهواوي. طبعا أنت راح تتفاجأ أنه أنت كل شهر راح يبدي يستقطع منك مبلغ للأسف بسبب هذه الإضافات. حتى نعرف وين المبلغ ده يروح، نعرف المبلغ وين ده يروح، راح نروح على الإعدادات وننزل على الوسائط والمشتريات وننزل على الاشتراكات. من دخلنا على الاشتراكات راح تظهر الاشتراكات اللي أنت مشترك بها. فإذا دخلت وهنا شاهدت أنه أنت مشترك، فحاول أن تضغط الاشتراكات. هذه النقطة الأولى بالنسبة إلى الآيفون، أو أنت مشترك بالآي كلاود وهنا هذه الخدمة أنه أنت مرقي الآي كلاود إلى دفع، يعني كل شهر تدفع مثلا المبلغ، فكل شهر راح يستقطع منك على زيادة الآي كلاود. هذا الشيء الموجود حاليا بالنسبة لأجهزة هواوي وسامسونج أكيد نفس الشيء. نهاية الفيديو، إذا عجبتك الفيديو واستفادت منه لا تنسى الاشتراك واللايك. طبعا إذا مشترك هنا دفع كل شهر راح يستقطع منك إلا إذا تقوم أنه تلغي الاشتراك. لا تنسوني، هذه الفيديوهات مهمة، حاولوا تستفادونها، وتحياتي لكم ومع ألف سلامة.